حبيباتي، كيف دايرين؟ كيف عاملين نتوما؟ كيف دايرين مع شقه الدار واستعدادات لشهر رمضان الابرك؟ الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والرزق يا ربي. اليوم جيتكم بواحد الوصفه، ماشي ديال الماكله، ماشي ديال الاكل، وانما وصفه رهيبه جدا ديال التعقيم ديال السيراميك او ديال البوتاغاز او حتى ديال الرخامه وحتى ديال المواد اللي كنستغلوا بها بحال السخان ديال الماء بحال العجانه. ممكن اننا نرشوا بها فقط هاد المواد وهاد الاشياء اللي كنشتغلوا بها دائما في الكوزينه ونعقموها. اذا بلا ما نطول عليكم، المواد اللي غادي نحتاجو في هاد التعقيم او هاد يعني السائل ديال التعقيم، كيف كتشوفوا معايا قبل ما نهضر على المواد، كان عندي ديجا كان عندي وتسالى ليا، قلت علاش لا، يعني في نفس الوقت غادي نعمر القرعه ديالي نوجدها وندوز لكم هاد الوصفه هذه. اول شيء غادي تقتني واحد السائل ديال الصابون، هذا يعني رخيص بزاف، كيتوجد في الاسواق ديالنا المغربيه بخمسة دراهم فقط، يعني لاغلى على مسكين. هذا غادي نخليه فقط لهاد الاشياء هذه اللي ما كتلقليش الرغوه وباغياته يعني اقتصادي. عندي هنايا غادي ندير فيه جوج معالق كبار ديال هاد السائل هذا. عندي نوجد واحد القنينه فيها بخاخ يعني هكذا ديال لافابور. عندي الماء واحد الكاس ونصف حتى لجوج، غادي نشوفوا على حسب القياس ديال الماء. انا هنا كان عندي شويه الماء دافي، وعندي هنايا كاس ديال الخل، وعندي معلقه كبيره ديال الملحه الخشنه. انتم كتشوفوا الملحه ماشي هذيك الرطبه اللي كنديروها في الماكله، وانما اللي كنستعملوها هكذا في الغسيل في النظافه ديال الخضره. غادي نبداو على بركه الله، غادي نجيبوا هاد المعلقه هذه. اولا غادي ندير واحد المعلقه كبيره هكذا ديال الملحه، غادي نديرها في واحد البول هكا. علاش قلت لكم خاصنا نستعملوا الماء سخون اولا عفوا الماء دافي؟ غادي نعمل هنايا الماء الكافي، غادي ندير واحد الكاس ونصف ديال هكذا، اولا غادي نقص شويه كاس ونص فقط باش تذوب ليا هذيك الملحه. غادي ندير كيف شفتوا معايا، غادي ندير الخل حتى هو هنا فضلت ندير الخل هاد نقولوا عليه البني او الاحمر، لانه هذا هو اللي كيصلح للتنظيف للغسيل الخضر، كنخلطوه مع الماء وكيعقم، واللي بغى يستعمل الابيض يستعمل الابيض. هانتوما حتى هو هذا كاس ديال الخل هكذا، وغادي نديرو قلنا جوج معالق كبار ديال هاد السائل ديال الصابون. وقبل ما نعمل باش ما ننساش، ناخذ واحد سباتولا هكذا ونبداو نخلطو هاد المواد اللي درنا السائله مع هذيك الملحه باش تذوب، لان الملحه كيف كتعرفوا كت هي كت عندها تعقيم، كتعقم لنا يعني بزاف ديال الحوايج هكذا. غادي نضيف قلنا هادوك جوج معالق كبار. بسم الله، عندي المعلقه الاولى وعندي المعلقه الثانيه، صافي. وغادي نخلط على هذه الطريقه هذه، انتم كتشوفوا غادي نخلطو مزيان، نرجع احسن ما نعملو في القرعه وعاد غنبقى كان يعني نخلطو. اللهم غادي ندير بحالي غادي نصوب شي كيكه غير هكذا واحد الشويه صافي، وغادي نعمر القرعه ديالي. انتم غادي نفتحوا هذا البخاخ على هذا الشكل، وغادي نعمر القنينه ديالي بسم الله هكذا على هذا الشكل هذا.
الا كانت عندكم ايضا شي قنينه ما كفاتكمش هذه، غادي نعمر غير شويه صافي وغادي نسدو. وها هو عندنا يعني سائل واجد، يعني في حاله اذا ما الانسان في الليل سال العشاء ديالو وانتهينا من غسيل الاواني ونظفنا البوطاغاز ديالنا، ديك الساعات كان يعني غادي غير نرشو، بغينا ننظفوها غادي غير نرشو بالبخاخ وغادي ننظفوها كيف ما غادي نوريكم انا. هاد شويه اللي بقات لي غادي نديرها في واحد القنينه اخرى. هاد القنينات او الفائض ديال المواد البلاستيكيه اللي كنكونوا شرينا ديال الغسيل ديال اليدين ديال لافابو، هادو ما نرميوهمش، نستغلهم لان عندهم واحد، حتى هما عندهم واحد البخاخ هنا ولكن ماشي بحال هذا، هذا كيرشوا هذا فقط كنضغطوا عليه كيف كتعرفوا جميع. صافي حتى هذا غادي نستغلها ونعمل فيها هاد الفائض او اللي بقى لي من السائل، غادي نديرو هنايا ما رميتهمش، احتفظت بهم قلت ربما انهم غادي ينفعوني لهكذا، يعني هذيك انتم كتشوفوا ملي خلطت خرجات الرغوه هذه ما غاديش نستعملها. صافي غادي نغلق القرعه ديالي هكذا وجدوا انتم مثلا ديال الشامبوان او لا ديال هكا ديال الغسيل ديال اليدين ما نرميوهمش هكذا، نحتفظوا بهم الى حين الاستعمال. كنوجدوهم هكذا على هذا الشكل هذا، النهار اللي غادي تتقضى لي هذه اولا تبدا تنقص غادي نفرغ هذا المحتوى ديال هذه الماده، غادي نخويها هنايا في القنينه. صافي هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، ديك الساعات غادي ندوزو البوطه نوريكم كيفاش غادي نمسحوها وايضا حتى الرخامه البطا نوريكم كيفاش كننظفها بهذا السائل هذا. يعني الا كنت درت لها واحد النظافه ديال واحد النهار بحال دابا البارح كنت غسلتها بالماء والمواد ديال التنظيف نقيتها مزيان، اليوم ما غاديش ندير نفس الطريقه، كناخذ فقط كنحيدو بعدا هاد الشبيكات هادو ديال الحديد. كتشوفوا هنا عندي كيكون هنايا النقط ديال يعني الماكله ديال الطبخ اللي كنكونوا كنطيبوا سواء قلينا او لا هكذا تزلعتنا الحليب او لا تزلع لينا المرق. فهنايا شنو كنديروا، كناخذوا فقط هاد الماده اللي عطيتكم هذه المعقمه لهاد يعني الغاز، فكنرشوا مزيان، نرشوا سطح هاد البوطة هادي، يعني هاد صراحة معقمة بزاف بزاف بزاف، وغادي ندوز واخا انا ما وصلتش لهنا الطياب ولكن غادي ندوز هنايا الشيفون او لا الفوطة ديالي اللي غادي نمسح بها. كناخذ واحد غادي نعلي لكم تشوفوا، ناخذ هنا واحد شيفون هكا نقي صافي، وغادي ندوز على الزاج ديال هاد الغاز هذا، غادي ندوز مزيان هكذا. الريحه سبحان الله ديال الخل وهاد المواد رائعه رائعه بزاف. غادي نجي من هنا باش تشوفوا، ها نتوما كنبقاو كنمسحوا هكذا غير بالشويه، واخا ما بغيتيش تزولي هاد يعني هاد العيون هادو ما كاينلاش هكذا، كنبقاو كنمسحوا انتما غادي يبان لكم الفرق، نهبط لكم تشوفوا هكا صافي. يعني السيده راها ماشي دائما عندها الوقت الكافي باش دير واحد النظافه عميقه للغاز، شي نهار ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش كنغسل هاد الغاز ديالي صافي. وكتكون هكا هاد المنديل يكون هكذا، هانتوما كتشوفوا ديك البقايا ديال الاوساخ والاكل، غادي نمشي نغسلو في لافابو ديك الساعات نوليو نكملو العمل ديالي بنفس الطريقه هكذا حتى نمسح السطح كاملا بهاد الفوطه هادي، نديرو الجهه الاخرى بنفس الطريقه. وكناخذو منديل نقي واحد اخر هذا ديال الماء وهذا السائل هذا،
الا كانوا عندنا الازرار ديال الغاز نقيين بلا ما ندوزو عليهم ما ترشوش لينا، صافي كنجيب واحد المنديل اخر ونشفو هاد الغاز هذا باش يبقى لنا نقي. كناخدو شيفون واحد اخر صافي، وكان نوليو نمسحوه من جديد ويبقى لنا نضيف النهار كامل، وخصوصا نعتمدوا على هاد الماده هادي هكذا في بعد الغداء ولا بعد العشاء قبل ما نعسو ونغسلو المعينات ديالنا ديال العشاء. صافي كندوزو هكا واحد الرشيشه فوق من الغاز ديالنا، وايضا فوق من لاحظوا الفرق راه تنقى بزاف هكذا، وعطات واحد الريحه زوينه لهاد الغاز هذا. صافي غادي نردلو الشبيكات ديالو، وهاد الشبيكات وهاد هادو كيحتاجوا ايضا واحد واحد يعني واحد المطهر اخر اللي كينظف لنا من بعد، غادي نعطيه لكم الا كان عندكم كيفاش غادي يعني تلقاوه وتشريوه من المحلات. ندوزو للرخامه هاد يعني المسخن ديال الماء، غادي نستعملو حتى هذا فيه هكذا نرشوه باش نقيو هادوك يعني الايادي ديالنا اولا كانت هنا عنده شي حاجه مرشوشه عليه. صافي بنفس الطريقه غادي ننظفوه ونمسحوه من الفوق هكا بهذه الطريقه هذه. صافي انتما كتشوفوا كاع كيتعقم من اليدين، يعني ما نحتاجوش الماء كل دابا وساعه خصنا نغسلوه في يعني في الحوض، كنعقموه غير هكذا نمسحوه. نعاودوا له المسيح بمنديل اخر هكذا، نوليو نمسحوا هاد السخان د الماء بهذه الطريقه هذه، نكونوا زولنا كاع الا فيه شي بقايا ولا ترشات عليه شي حاجه، فكيصبح عندنا على هذا الشكل كيعطيه اللمعان. انتما كتشوفوا شوفوا كيفاش رجع له البريق ديالو. كذلك بالنسبه لهاد الرخامه ديالنا بعد ما نكونوا مثلا استعملنا خضار او حطينا الاطباق ديالنا وكان هنا نقط من الصلصه او لا من لي صوص هكذا والمرق، يعني غادي نرشوا حتى سطح الرخامه بنفس الطريقه. غادي نترشي هكذا في الليل ترشي لا سيرفاس او لا السطح صافي، وكدوزي عليه بهذيك دائما بواحد المنديل خاص ب هكذا تمسحي، فكيعطيه واحد البريق رائع. ولا كانت شي حاجه لاصقه كتزول بهذه الطريقه هذه في الليل، كدوري يعني هذا المعقم كدوري على الرخامه ديالك كامله اولا على البوطاجي ديالك كامل، وديك الساعات كتحصلي على نتيجه رهيبه جدا. كنصحكم به ونتمنى ان شاء الله هاد المنظف هذا اولا هاد المعقم اللي عطيتكم اليوم يكون نال اعجابكم، ويعني الى عجبتكم الوصفه ما تنساونيش تعملوا لي لايك للوصفه وتشتركوا معايا وتضعفوا من الاشتراكات ديالكم، ومرحبا باي وحده جديده دخلت لعندي، وحتى انا ان شاء الله يعني ندعمها بدوري ونشترك معها وعلاش لا. وتبارك الله عليكم، وان شاء الله نتلاقاو في يعني في اقتراحات اخرى سواء في ديال التنظيف، وغادي نعمل لكم ايضا فيديوهات رائعه جدا. نتمنى وان شاء الله نتلاقاو في فرصه اخرى بحول الله.